احنا سعداء جدا باننا هذه الدوره هذه عطينا واحد الاسم ديال واحد الرجل اللي عطى شيء كثير للموسيقى وكذلك للمسرح باش يسهل اننا نعملوا واحد التكريم ديال واحد الراجل من الطينه ديال السي كمال كمال، بحكم انه راجل كما قلنا يعني عنده ان سافوار فير، راجل كيعرف اش كيعمل والاعمال ديالو كلها الناس استحسان ديال الجمهور الواسع ديال المغاربه وكانت قريبه من المغاربه. هاد الدوره هذه حاولنا اننا نعملوا فيها التكريم ديالو هو خاص، وكذلك الاخ ديالنا السي ابراهيم خي اللي غادي يكون هو ان شاء الله في الاختتام، حاولنا كذلك اننا نعملوا كذلك الورشات التكوينيه للشباب لان الرهان ديالنا الكبير هو العمود الفقري ديال البلاد هو الشباب. حاولنا اننا ان شاء الله غادي خدينا اساتذه اللي غادي يجيو غادي يعملوا واحد غادي الورشات التكوينيه. عملنا كذلك من اصل 48 فيلم كلها تبارك الله مميزه، اختارينا 12 فيلم اللي غادي تدوز ان شاء الله على اللي غادي تمر المباشره دابا للتحكيم ديال لجنه التحكيم اللي كترأسها الاستاذ ديالنا يونس الرقاب ابن الفقيد العزيز الرقاب. هادو هما تقريبا الخطوط العريضه اللي عندنا في هذا العمل هذا في هذه الاربع ايام. هذه الاربع ايام حنا حاسين باننا رحنا فرحانين بزاف، وهذا عرس سينمائي ما 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 كيكون الا من سنه سنه، والناس مساكن شغوفين انهم يحضروا معنا فيه كل مره، وكل مره العدد كيتزاد الحمد لله ديال التكوينات، وحنا فرحانين بهذا الشيء. والحمد لله حنا غاديين في 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 في, في, في السياسه ديال السينما للجميع. شكرا.